حياكم الله. من درع الوقاية 3 وهو التمرين السعودي الأمريكي نتحدث مع قائد مجموعة الدفاع الجوي 5 اللواء خالد أبو قيس، حياك الله سعادة اللواء. كيف جرى التمرين؟ تمرين درع الوقاية 3 حقيقة احنا اليوم نعيش اختتام التمرين اللي مر بمراحل عديدة ومن أشهر يتم التخطيط لتنفيذ هذا التمرين، مر بعدة مراحل، بداية بمؤتمرات التخطيط، عقد ورش العمل، ثم مرحلة الاستعداد والتجهيز والتي شملت استقبال الجهات المشاركة في التمرين من الجهات الحكومية ممثلة بوزارة الداخلية ممثلة بالدفاع المدني، هيئة الهلال الأحمر السعودي ووزارة الصحة والجانب الأمريكي الصديق. واكتملت هذه المرحلة بتاريخ 12/6 وهو وصول جميع الجهات المشاركة للتمرين إلى مقرات العمل في المجموعة، ثم بعد ذلك بدأت مرحلة التنفيذ والتي انقسمت إلى مرحلتين. المرحلة الأولى شملت الأسبوع الأكاديمي وفيه تم التدريب النظري والعملي وتدريب القادة والأركان للتخطيط والتنفيذ لمثل هذه التمارين، ثم بدأت مرحلة التنفيذ والتي شملت عدد من السيناريوهات والفرضيات المتوقع أن تواجهها قواتنا المسلحة وبلادنا من ضمن فيما يتعلق بالتهديد باستخدام أسلحة التدمير الشامل. وستشاهدون اليوم في حفل اختتام التمرين عدد من الفرضيات والسيناريوهات التي نفذت خلال التمرين. لواء خالد، إذا تحدثنا عن أنه الجانب الآخر في التمرين هو الجانب الأمريكي، هل هذا يعني أننا نتحدث عن تمرين يضم أحدث التقنيات والمدارس المتقدمة في مجال التمرين؟ طبعا هذا التمرين هو من ضمن التمارين أو سلسلة من التمارين المشتركة والمختلطة ضمن خطط التدريب، وتقع ضمن استراتيجية لتفعيل العمل المشترك وتعزيز وتطوير الكفاءات بين أفرع القوات المسلحة والجهات الحكومية والجانب الصديق ممثل بالجانب الأمريكي الذي شارك بوحدة متخصصة في هذا المجال. ومن أهداف هذا التمرين هو تعزيز العمل مع هذا الجانب وتبادل الخبرات للوصول إلى أعلى مستوى من الجاهزية والكفاءة في مواجهة مثل هذه التهديدات. سعادة اللواء، إذا تحدثنا عن مشاركة الدفاع المدني والهلال الأحمر والصحة، كيف وأنت المشرف العام على التمرين كيف وجدت مشاركتهم في تمرين درع الوقاية 3؟ حقيقة عندما تمرون على الوحدات المشاركة والمعرض المصاحب للتمرين وتشاهدون الكفاءة التي يتمتع بها منسوبي هذه الجهات والقدرات الرائعة جدا فيما يتعلق بالمعدات، ستعلمون علم اليقين مدى أهمية مثل هذا التمرين في تحقيق التكامل بين أفرع القوات المسلحة والجهات الحكومية الأخرى. الإمكانات متوفرة لدى الجميع، طاقة بشرية ومعدات، بقي الدور في مثل هذه التمارين وهو تحقيق التكامل وتفعيل العمل المشترك بين الجهات لنصل إلى أعلى مستوى من الجاهزية وتكامل العمل وتسلسل الإجراءات في التعاطي مثل هذه التهديدات. شكرا لك لواء خالد. الحقيقة يعني إذا جاز لنا أن نتحدث عن شيء في هذا التمرين ومن مشاركات سابقة في تمارين سابقة، العقل البشري السعودي حقيقة هو ربما العنصر الأبرز في يعني منظومات العمل، سواء منظومات الدفاع أو الأمن العام أو في القطاعات الأخرى. أؤكد للجميع ما يتمتع به منسوبي أفرع القوات المسلحة وجهاتنا الحكومية من كفاءة وقدرة عالية، وما يتمتع على مستوى الأفراد وما يتوفر لديهم من إمكانات في مواجهة جميع التهديدات. كان جميع المشاركين على قدر عالي من المسؤولية ودقة من التنفيذ والاحترافية في الأداء، يشهد بذلك كل من جاء وشارك في التمرين. أيضا الجانب الأمريكي كان يثني على مستوى زملائنا في الأداء. هذا التمرين يعني يحظى بمتابعة ودعم من معالي رئيس هيئة الأركان العامة من بداية التخطيط لهذا التمرين، كما نحظى في مجموعة الدفاع الجوي 5 كجهة مستضيفة
كون قوات الدفاع الجوي هي المستضيف للتمرين بدعم من معالي قائد قوات الدفاع الجوي لتلبية متطلبات الجهات المشاركة في التمرين ليحقق أهدافه ويكون حليفه النجاح بإذن الله تعالى. حياك الله عميد سعيد، وأنت مدير للتمرين، حدثني عن مجريات التمرين منذ أن بدأ وحتى اليوم وهو الختام. كان هناك ثلاث فرضيات، فرضية هجوم باليستي، والفرضية الأخرى تسلل مخربين، الفرضية الثالثة هجوم بطائرة بدون طيار. جميع الوسائل الهجوم الناشئة الجديدة تحمل رؤوس كيميائية ومواد كيميائية قد تضر بالجانب المدني والجانب العسكري. كذلك تم تأهيل دمج التنسيق بين الجهات الحكومية المدنية مع الجهات العسكرية، وفي هذه الأثناء انطلقت الفرضيات بعمل سيناريوهات محاكية للواقع، تم فيها تمثيل عملية سقوط المقذوفات أو الطائرات بدون طيار، ثم تلا ذلك عمليات الاستطلاع والإزالة، ثم أخيرا اختتمت بعملية التطهير وإخلاء المصابين وإخلاء المصابين إلى المستشفيات بناء على درجات الخطورة. في الحقيقة التعاون اللي كان من الجهات الحكومية كان يفوق كل التوقعات صراحة، بخصوص احترافية العمل، دقة الإجراءات، وهذا دليل على أن الخطط الموضوعة سواء الوطنية أو التفصيلية صممت بطريقة توافق جميع متطلبات الاستجابة للأحداث والأضرار الناتجة عن أسلحة التدمير الشامل. التمرين صراحة يعني نفذ باحترافية عالية بين جميع المشاركين، يعني أنت كما تشاهد كان في المعرض اللي حنشوفه الآن كان في جانب عسكري وفي جانب مدني، وكان عمليات اللي تمت في التمرين إن نمثل إن الإصابات كانت في الجهتين، في الجانب العسكري والجانب المدني، وتمت عمليات الاستطلاع والإزالة والتطهير والإخلاء إلى المستشفيات من الجانبين، سواء المستشفيات المدنية والمستشفيات العسكرية. الدفاع المدني يتمتع بخبرات، هذا يعني ما قد يراه البعض، والبعض لا ما يعرف وش عند الدفاع المدني. أنتوا اليوم من التمرين وش اللي شفته، أو كيف تصف الدفاع المدني؟ حقيقة أن الدفاع المدني، وهذه أكبر الدروس المكتسبة من هذا التمرين، أن وجدنا يعني كثير من الأجهزة المتطورة ومن الرجال المحترفين اللي يؤدون دور كبير جدا يساعد في مثل هذه الحوادث. جزء من أهداف تمرين درع الوقاية الثالث هو رفع مستوى التنسيق ما بين القطاعات المعنية في مثل هذه الفرضيات، ومن أهمها القطاعات المدنية. نتحدث مع الطبيب مهند الغامدي والذي يشارك عن القطاع الطبي والتجمع الطبي الأول بالمنطقة الشرقية. حياك الله مهند. الله يحييك. حدثني عن مشاركتكم في هذا التمرين، ما الذي انعكس عليكم وما الذي أديتموه في هذا التمرين؟ أنا في التجمع الصحي بالمنطقة الشرقية، في عندنا إدارة التحكم بالموارد اللي هي معنية بالإشراف إذا صار فيه حالات كوارث لا سمح الله. طبعا احنا جزء لا يتجزأ من منظومة متكاملة تشمل وزارة الصحة وجميع القطاعات اللي لها علاقة بالاستجابة للكوارث. مهمتنا الأساسية هي الدعم والمساندة بالمقام الأول، وكذلك التنسيق بين المستشفيات، لأن المستشفيات هي اللي راح تكون مستقبل الإصابات هذه. تم التنسيق بين جميع المستشفيات وترتيبها وتجهيزها لحين وصول المرضى والجرحى. يعطيكم العافية. طبعا أنتوا بالنسبة لكم هل تنفذون فرضيات، ولا هذا التمرين أعطاكم يعني شيء من رفع الكفاءة والفعالية في أداء يعني مهماتكم المتوقعة؟ احنا الحمد لله ما عندنا مهمات. صحيح، طبعا احنا نسوي فرضيات على مستوى المستشفيات، لكن فرضية مثل هذه يعني تساعدنا كثير في أننا نتعاون مع كل الجهات، سواء كانت المديرية أو وزارة الصحة أو القطاعات وزارة الداخلية. فهذا التمرين بالحجم هذا هو مفيد جدا، صحيح انه يحصل يعني اقل من الاعتيادي على مستوى المستشفى، لكنه ضروري جدا. كيف انعكست عليكم مشاركتكم كهلال احمر في تمرين درع الوقايه الثالث؟ بشكل عام جميع الفرضيات هي انعكست على العمل الميداني، لان اذا عندك خبر انت فيها جانب مدني وجانب عسكري، فاحنا عملنا للجانب المدني، فانعكست من ناحيه التنسيق. وكشيء احنا طبعا موضوع الفرضيات احنا نسوي فرضيات مستمره مع جميع الجهات، بس في الجهه المدنيه هذه تعتبر من البدايات في كفرضيه في مكان عسكري،
ويكون تنسيق بالترابط هذا وبالقرب. فتقريبا هي تعتبر كلها روتينيه، بس الجديد في الموضوع اللي هو الاليات كاسلحه التدمير الشامل وكيميكالز والاشياء هذه، ممكن هذه اللي اقول لك اياها تعتبر شيء جديد على الفرضيات. العاده الفرضيات تكون شيء روتيني في الاماكن المدنيه، فتكون حرائق او تكون في انهيار او من هذا القبيل. ياتي هذا التمرين لرفع مستوى الاستعداد والجاهزيه لمواجهة اعتداءات تقوم على استخدام أسلحة دمار شامل من مقر قيادة مجموعة الدفاع الجوي الخامسة بأم الساهك. خالد الجناحي، الإخبارية.